بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 94 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن تفضل عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كيف يحقق المسلم البر بوالديه؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، حق الوالدين حق عظيم يأتي بعد حق الله جل وعلا في الترتيب. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويتحقق البر بالوالدين بأن يبذل ما يستطيع من الإحسان إليهما في النفقة، في الزيارة، في الكلام الطيب، في الخدمة، غير ذلك من كل ما يسرهم، ويدخل السرور عليهما من قول أو فعل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل، أم فيصل تقول: دعاء الاستفتاح هل هو سنة أو واجب؟ دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة، ليس واجبا، وإنما هو سنة من سنن الصلاة القولية. نعم. وهل هو في صلاة الفرض وال... نعم، يشمل الصلاة نفل أو فرض. نعم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة، هذا أحد الأخوة يقول: ذهبت أنا وزوجتي وأولادي إلى مكة المكرمة لقضاء العمرة، وبعد الانتهاء من العمرة قصدت مدينة جدة، ثم في اليوم التالي دخلت مكة المكرمة مرة ثانية بالخطأ وأنا عائد إلى مدينة الرياض، فهل علي شيء؟ لا بأس بذلك، لا مانع أنك ترجع إلى مكة ولو خرجت إلى جدة أو الطائف أو غيرها. نعم. لأن يعتقد بعض الناس إلى الشيخ أنه لا بد أن تدخل مكة وأنت معتمر. لا، ما هو لازم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا دائما أنا ما أغضب، وعندما أغضب يحصل بيني وبين زملائي شحناء، ويدخل الشيطان بيننا، فما نصيحتكم لنا؟ وما هي الأعمال التي تلين القلب وتذكرنا بالله عز وجل أثناء الغضب؟ نعم، أثناء الغضب أرشد الله تعالى المسلم إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد اشتد به الغضب، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبلغ الرجل بذلك فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فزال عنه الغضب. هذا هو العلاج الوحيد للغضب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يقول: زوجتي حامل في الشهر الرابع، ولكنها تعاني من أمراض كثيرة، هل لها أن تسقط هذا الجنين؟ ليس لها ذلك إلا إذا قرر الأطباء الثقات أن بقاء الحمل خطر على حياتها، فحينئذ يعرض التقرير على أهل العلم ويصدرون فيه ما يرون من الفتوى. أما إسقاط الأجنة والتلاعب بالحمل هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي عمالة أجنبية سائق وأيضا شغالة في البيت، هل يجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ إذا لم تحسب هذا من حقهم عليك، ولم تمن به عليهم أو ترغبهم تعطيهم من أجل أن يرغبوا في العمل عندك، إنما قصدك إعطاؤهم الزكاة لدفع حاجتهم، هذا أمر لا بأس به. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ننتقل إلى هذه الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. يقول هذا السائل: إذا أدرك المأموم الإمام ساجدا، فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟ الأحسن أن يدخل
يدخل مع الإمام في على أي حال وجده يحصل على الأجر. أيضا سؤال آخر يقول: هل الأفضل في حق الموظف المبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان أو الانتظار لإنجاز بعض المعاملات، وما حكم التنفل بعدها بغير الرواتب؟ نعم، إذا أذن المؤذن إنها تنهى الأعمال، تؤجل، يذهب المسلمون لأداء الصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جاء في الأثر أنهم كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمعوا الأذان قفضوا الموازين وأقبلوا على الصلاة. فالمسلم موظف أو غير موظف إذا سمع النجاء فإنه يجيب ويؤجل المعاملات إلى ما بعد الصلاة، ويؤدي الراتبة بعدها وقبلها إن كانت الظهر، لها راتبة قبلها وراتبة بعدها. وأما أن يتنفل بزيادة على الراتبة هذا لا يجوز له، لأن هذا يعطل العمل. ما حكم صلاة الجماعة يا شيخ صالح؟ صلاة الجماعة فرض واجب، ولذلك شرع الله الأذان وبنيت المساجد وأعدت المصليات، لأن هذه فريضة، لو كانت نافلة ما احتاج إلى هذا الشيء. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهدد المنافق الذين لا يحضرون صلاة الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذه عقوبة لا تكون إلا على ترك واجبنا. بارك الله فيكم. هذا السؤال يسأل يقول: ما هي أوقات النهي وعن تحية المسجد قبل صلاة المغرب؟ هل تكون قبل الأذان أو بعد؟ تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد غروب الشمس، إذا دخل المسجد بعد غروب الشمس يريد الجلوس فيه إنه يصلي تحية المسجد، ويصلى قبل المغرب ما شاء من تسليمتين أو ثلاث تسليمات أو ما تيسر. قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. وأما أوقات النهي فهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس عيد رمح، وقبيل يعني زوال الشمس، قبيل زوال الشمس وقت يسير إذا صارت الشمس فوق الرؤوس، هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلى أن تزول إلى جهة الغرب عن الرؤوس. هذا الثاني، الوقت الثاني. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز عمل العقيقة على شكل عزيمة بحضور الأهل والأقارب؟ لا بأس، لكن يستحب أن يتصدق منها، أن يتصدق بشيء من لحمها على الفقراء ويهدي منها لجيرانه. أيضا يسأل يقول: هل يجوز للأم أن تأخذ من مهر الزوجة أو البنت؟ ليس لها ذلك إلا برضا البنت، أما الأب فله أن يأخذ ما لا يضرها ولا تحتاج. يقول: بالنسبة للنذر، إذا حددته في مكان كان معين ولكن نظرا لصعوبة ذلك أريد أن أذبحه في بيتي الآن وفي مدينتي هذه، هل يجوز نقله؟ لا، إذا نذرته في مكان معين ليس فيه محذور شرعي فإنه يجب أن تنفذه فيه، في المكان الذي نويته فيه وعينته في نذرك. لأن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، اسم موضع، جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، سأل صلى الله عليه وسلم عن المكان، هل كان فيه وثن يعبد يعني في الجاهلية؟ قالوا لا. قال: هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه ويخصونه؟ قالوا لا. قال: أوفي بنذرك. دل على أنه يتعين المكان الذي نذر أن يذبح فيه، إلا أن يمنع من ذلك معنى. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: ما هو حكم الاغتسال بماء متغير اللون؟ إن كان متغيرا بنجاسة فإنه لا يجوز التطهر به، أما إن كان متغيرا بغير النجاسة بشيء طاهر هذا ينظر، فإن كان التغير لم يسلبه اسم الماء لا يزال يسمى ماء فإنه يتوضأ به ويتطهر به، أما إذا سلب اسم الماء صار سمى باسم آخر فإنه لا يتوضأ به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله من حائل يقول: لزوجتي علي مبلغ من المال منذ حوالي 4 سنوات، وهو لا يتوفر في حسابي دائما بل نادر ما يتوفر عندي، فهل على السنوات التي لم يتوفر عندي المبلغ عليه زكاة؟ نعم، إذا كان المال الذي عندك لزوجتك يبلغ النصاب فأكثر ويأتي عليه الحول إنه تجب فيه الزكاة، لكن تكون الزكاة عليها إلا إذا وكلتك في إخراجها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عبد الله أيضا سؤاله الآخر، عبد الله يسأل عن الوصية، حيث أن والده أوصى ببناء مسجد في قريته، ولكن نظرا لقلة المصلين في هذه القرية فإنهم يرغبون نقله إلى مدينة أكبر، فما حكم هذه الوصية وهل لنا أن ننقله؟ تنفذ الوصية ما دام في المكان من يصلي
ولو كانوا قليلين، إنها تنفذ الوصية ويبنى المسجد على قدرهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحمد من بريدة يسأل عن صلاة الشكر، ما حكمها وما هي طريقتها؟ ليس هناك صلاة للشكر، وإنما هناك سجود، سجود الشكر. إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة عنه أو عن المسلمين فإنه يسجد للشكر سجدة واحدة. السائلة فوزية الصالح من جدة تقول: ما حكم الصلاة والسجود على سجاد حرير؟ لا يجوز، إذا صح أنه حرير إنه لا يجوز افتراشه ولا الصلاة عليه ولا استعماله. وأما إذا كان اسم حرير وهو ليس حريرا وما يسمى بالحرير الصناعي فهذا لا حكم له، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو زياد يسأل يقول: علمت بوفاة أحد الأصدقاء عندي، ولكن وذلك بعد أسبوع عندما عدت إلى المملكة وذهبت إلى المقبرة وصليت عليه ودعوت له، هل في هذا التأخر شيء؟ هذا العمل شيء؟ هذا شيء جيد أن تذهب وتصلي عليه ما دام أنه حديث الدفن فإنه يصلي عليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة، وما هو اللفظ الصحيح لهذه السجدة؟ صحيح أنها لا تشترط الطهارة، لأن سجود التلاوة عبادة مستقلة وليس صلاة. وأما ما يقال فيه فما مثل ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو لنفسه ولغيره بالمغفرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا؟ لا تقضى السنن إذا فات محلها فإنها لا تقضى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أن شخصا طلب من امرأة طلبت من ابنها أن يطلق زوجته لسبب خلاف بينه وبينها وبينه، فهل له أن ينزل عند هذه الرغبة ويطلق زوجته؟ لا يطلق زوجته ولو طلب منه أبوها وأمه، ما دامت الزوجة لم تخطي وهي مستقيمة في دينها وأخلاقها ولم يحصل منها شيء فيه معصية أو فيه مخالفة شرعية، إنه لا يطلقها نزولا على رغبة والديه، لأن هذا ظلم له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله يسأل عن صلاة الوتر، ما مقدار هذه الركعات وما هو وقتها التي يجب أن تصلى فيه؟ صلاة الوتر أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة أو 13 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، ركعتان يسميان بالشفع ثم يصلي الوتر ركعة واحدة. وأما الوقت فيبدأ من صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كله وقت لصلاة الوتر. نعم. هذا يسأل بارك الله فيكم، رمز الاسم بسعد يحيى من جدة يقول: سمعت أن الحلف بالأمانة من الشرك الأصغر، ما المقصود بالحلف بالأمانة وما حكم ذلك حفظكم الله؟ الحلف بالأمانة نعم من الشرك الأصغر، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الحلف بغير الله بالأمانة أو بغيرها، قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، لا يجوز الحلف بغير الله بالأمانة أو بغيرها وهو من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا الأخ محمد العولقي يقول: مسجدنا الحي في قريتنا يؤخر إقامة صلاة المغرب، وهذا يشق على المصلين بذلك التأخير، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان يشق على المأمومين فإنه لا يجوز له ذلك، يراعي أحوال المأمومين، ومع أن الصلاة في أول وقتها أفضل إذا تيسر. نعم. هذا محمد تيجاني مقيم في الرياض يقول: ما حكم الطلاق عبر الهاتف إذا طلقت زوجتي وهي في السودان؟ الطلاق يقع إذا تلفظت به، يقع عبر الهاتف أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد من مكة المكرمة يقول: ما هو التبرك المسموح والتبرك الممنوع، وهل يجوز التبرك بالأماكن المقدسة؟ تبرك طلب البركة، والبركة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، والتبرك بأسماء الله وصفاته، تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا، تبرك بعرقه بشعره بثيابه اتصل به صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع. وأما بعد موته فلا يتبرك بقبره ولا بحجرته ولا بالآثار التي يقال أنها آثار الرسول أو آثار الصالحين، لا يتبرك بها لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا مقيم في الرياض، أبو محمد يقول: وهي فرصة لي أن أكون متواجد في مكة المكرمة بعض الوقت. هذا مقيم في الرياض، أبو محمد يقول: أنا متواجد في الرياض
ولي فرصة الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، هل لي أن أؤدي أكثر من عمرة لما أوصاني به والدي وأمي حيث لا يستطيعون أن يأتوا إلى الرياض أو إلى السعودية بشكل عام؟ تكرار العمرة جائز، لكن تكرارها في وقت متقارب خلاف الأولى. والخروج من مكة لأداء العمرة من الميقات أو من الحل هذا جائز، لكن إنه لم يرغب فيه خلاف الأولى. الأولى إذا كنت في مكة أن تبقى في مكة، هو أفضل من الخروج للعمرة، لأنك تفوت على نفسك صلاة الحرم، تفوت على نفسك الجلوس في المسجد الحرام، تفوت على نفسك الطواف بالبيت. هذا يسأل حفظكم الله، يقول ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بالصيام، وهل يعم صيام القضاء؟ صيام القضاء لا يعم، لكن صيام التطوع يحرم صيام يوم الجمعة مفردا، صيامه مفردا، أما إذا صامه مع غيره فلا بأس. يقول إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ نعم. يقول إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ وإذا كان أفسده بجماع فهل عليه كفارة؟ صوم النفل لا يلزم الاستمرار، يجوز للإنسان أن ينقضه لأنه ليس بواجب، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان صائما صوم نفل لما حضر الطعام أكل منه عليه الصلاة والسلام، لأن صوم النفل الإنسان فيه مخير، إن شاء أمضاه استمر فيه وهو أفضل، وإن شاء أفطر. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول رجل عليه يوم من رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان الثاني، فكيف يصنع؟ البقاء باقي في ذمته لا بد منه، ولكن إذا كان تأخيره إلى رمضان الآخر من غير عذر عليه مع القضاء طعام مسكين مقدار كيلو نصف من الطعام يدفعه إلى فقيه كفارة عن تأخير القضاء. أما إذا كان تأخيره لعذر لم يتمكن من قضاء حتى دخل عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر، فإذا انتهى يصوم اليوم الذي عليه أو أكثر، وصومه قضاء وليس عليه غير القضاء. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم من جدة يقول ما حكم دخول المسجد الحرام للاستماع إلى المحاضرات وأنا على غير وضوء أو على جنابة؟ على جنابة لا، ما يجوز تجلس في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد وأنت جنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح ذلك. وأما المرور مع المسجد الحرام أو غيره مجرد مرور فلا بأس. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الجنوب لا يجوز له أن يجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره، للدرس أو للموعظة أو غير ذلك حتى يغتسل. هذا السائل يقول إذا شك الإنسان في ابتداء المسجد ووقته فماذا يفعل؟ إذا شك ابتداء المس أو نهايته ووقت فماذا؟ لا يستعمل المس، يزيل الشك باليقين، لا يستعمل المس، يخلع الخف أو الجرب ويغسل الرجل. وتقدير الوقت في المس على الخفين متى يبتدي؟ يبتدي من حدث بعد لبس، إذا لبس الخف على طهارة ثم نقض الوضوء فإنه يبدأ وقت المس. بارك الله فيكم وأتابكم الله. ننتقل إلى هذه الأسئلة أيضا. هذا يسأل حفظه الله يقول ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟ يكره الدخول شيء فيه ذكر الله والقرآن إلى الحمام محل قضاء الحاجة إلا إذا خاف عليه من السرقة أو خاف عليه من الضياع أو الإهانة، فلا بأس أن يدخل به تفاديا للضرر. ما حكم الماء المتغير بطول مكثه؟ لا يضره ذلك، يبقى طهورا. أحسن الله إليكم. ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟ يعني الدليل. الأصل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. السؤال الأخير هنا حفظكم الله يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ. يقول ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟ إذا كان في الفضاء فهو حرام، أما إذا كان في بنيان فهذا محل خلاف، والراجح والله أعلم أنه لا بأس به داخل البنيان. وهل التسمية في الوضوء واجبة؟ نعم، عند الإمام أحمد تجب التسمية في أول الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث وإن كان فيه مقال لكن له طرق وله متابعات تقويه. أحسن
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال حفظكم الله. يسأل يقول: ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة؟ لا يعمل بالرخصة. إذا كان عليه جوربان ساتران أو عليه خفان استعماله للرخصة والمس أيسر له وأفضل. نعم. لأن خلعهما تكلف فيه مشقة عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.